شيء عجيب، شيء عجيب أن يطرق لمس الإيمان قلب العبد يحوله تحويلا جذريا عجيبا، يخرج منه شخصا آخر مختلفا تماما، كما أخرج الصحابة من رجال تافهين جاهلية إلى رجال قادوا العالم، كانوا أساتذة الدنيا وسادتها في زمانهم وبعد زمانهم. فلا يزال سيدنا عمر رضي الله عنه، وقبله أبو بكر الصديق، وبعدهما عثمان وعلي والصحابة أجمعون من الأنصار والمهاجرين، لا يزالون إلى يوم القيامة سادة الدنيا. خير القرون قرن هذا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولئك ذاقوا فعلا وعرفوا. إذا ذاق المؤمن هذا واكتمل لديه ورضي بالإسلام دينا، ما الرضا بالإسلام دينا؟ ليس فقط أن يقول إني مسلم، هذا مسلم. فرق بين أن تكون مسلما وكفى، وبين أن ترضى بالإسلام دينا، كما بينت قبل في الرضا بالربوبية، هنالك أيضا الرضا بالإسلامية، وذلك أن تخضع لأحكام الله وشريعته، خضوع المحب، خضوع المقبل على العلاج. الإنسان أحيانا قد يسقيه الطبيب الدواء المر ولا يجده إلا حلوا، وقد شاهدناه بل جربناه. يعني أحيانا كيكون الدواء لو أعطي لك في حالة الصحة، كما في الكي، نعطيه هذا المثال ديال الكي، وفي الحديث الصحيح الشفاء في ثلاثة، حديث كثيرة في هذا المعنى ديال الكي، الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فالنهي للكراهة وليس للتحريم، وآخر الدواء الكي. حينما يحار الناس في علاج مريض ويضطر إلى كيه، والطبيب الآن يكوي بطرق عصرية، يكوي لقطع نزيف الدم مثلا، كاين صور أخرى حديثة ليس بالنار التقليدية. فهذا الذي يجد ألم الكي في جسمه ولكن من مرض عضال عافانا الله وإياكم، فإن الجسم يتألم فعلا من الإيذاء من الكي، الجسم لا يحقه، ولكن القلب يجد له راحة عجيبة، شيء غريب، يعني واحد الإحساس في ظاهره متناقض ويجتمعان. يكون الإنسان مريض مرض، قلب شاف هذا الطبيب، شاف هذا الصيدلية، شاف حتى يائس، ثم بعد ذلك أشير عليه بشراب مر حنظل، يشرب يجد له مرارة فعلا، ولكن من ناحية نفسية يجد له حلاوة، شيء غريب جدا. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر، لأن له يقينا ربما كان على خطأ، ممكن لك الدواء ما كيداويش، ولكن هو اعتقد أنه يعالج، فلا يجد له آنئذ إلا الحلاوة ولو كان أشد من الحنظل مرارة. فكذلك على سبيل التمثيل والتقريب، إذا كان حكم الله عز وجل مما يثقل عليك في بعض الأحيان، فإنك إن كنت من الصالحين ممن بلغ هذه الرتبة لا تجد له إلا حلاوة. ومن أرفع أمثلة ذلك في التاريخ قصة ماعز، الصحابي الجليل الذي زنى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله طهرني من الزنا. عجيب، رجل يقبل على حكم الرجم حتى الموت، وكما وقع للمرأة أيضا التي زنت في عهدي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى رسول الله تقر له بذلك وتطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يطهرها أيضا. فكان في كل حين بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، والقصتان مختلفتان وكلاهما قصة صحيحة عجيبة، يعرض عنهما كأنه لم يسمع عليه الصلاة والسلام في الأولى والثانية والثالثة، وأصر ماعز على أن يطهر نفسه وعلى أن يخضع لحكم الله ورسوله، وأصرت المرأة أيضا، بل كشفت لرسول الله فقالت له: والله إني لحاملة من الزنا. ما بقى بعد ذلك كلام، فأمرها أن تبقى حتى تضع، حتى إذا وضعت جاءت به، فأمرها أن ترضعه، حتى إذا أكملت رضاعه أمر بها فرجمت. الشاهد عندنا، شوف سبحان الله، دي مدة طويلة، كيمكن بنادم تجيه الزعامة في شي لحظة ويزعم على الموت، ولكن دوز واحد شوية ويخاف. هذه الآن صار لها أكثر من سنتين أشهر الحمل وسنتان الرضاع، ومع ذلك ثابتة كل هذا المدة على أن تنال حكم الله وعلى أن ينالها حكم الله. عجيب، دواء مر
شديد يستثقله الجسم ولكن يستحليه القلب. حينما رجمها خالد بن الوليد بحجر فطار دمها على ثوبه لعنها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تلعنها، فوالله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شيء غريب كان يحصل لهذا الجيل، جيل الصحابة الكرام، رضوا بالإسلام دينا. هذا الإسلام، هذه بعض أحكامه، هذا غير مثال. وجئنا بالشيء الذي تكرهه النفس عادة وهو الحدود، وإلا فهنالك من الأمثلة في الحديث الكثير كإصباغ الوضوء على المكاره، وقد سبق الحديث عن هذا في غير هذا السياق بهذا المكان نفسه. يعني الإنسان يصبغ الوضوء يتوضى مزيان في وقت البرد الشديد، أو بالصورة المعاصرة التي ذكرنا أن الإنسان قد يلبس من اللباس الأنيق في هذا الزمان، مكاره الزمان أقول أشد من مكاره ذلك الزمان، وفيه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جعل أجر الشهيد من هذه الأجيال على 50 من الشهيد من جيل الصحابة. مكاره هذا الزمان مكاره أخرى، تلقى الموظف مأمور بحسن الهندام، ولكن في الوضوء خصو يطوي الكمام ديال الفيشتا ديالو ولا ديال الجلابه ديالو، ويخسر الحديده ويخسر النظام ديال اللباس. وصنع الرجل ما صنع او المراه ما صنعت من الوان البريق والتزاويق، ويطلب منها ان تتوضا مع ذلك. شيء عجيب جدا. كثير من الاسئله كتجي ان المراه واش يمكن لها دير شي طريقه ما تمسح شي على راسها وما تغسل شي رجليها وما ديرش وما ديرش في الوضوء، نظرا لانها قد غرقت في شهوات هذا الزمان وانحرافات هذا الزمان من مكاره هذا الزمان. فالمؤمن الحر الحقيقي يقبل على الدين مهما اختلف الزمان ومهما تعقدت تقاليده السيئه المنحطه، فيجد لذلك حلاوة. المؤمن كيسجد لرب العالمين في التراب ويتلطخ جبينه بالتراب وأنفه كذلك وركبتاه ويداه وأصابعه وكل آرابه السبع تسخ بالتراب، ولكنه يشعر ياك التراب كيطلي وكيوسخ، ولكنه مع ذلك يشعر كأن المسك قد علق ببدنه. شيء عجيب جدا هذا الإيمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما بمسجده وقد أمطروا مطر خير تحت الشتاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسال السقف على محل سجوده فتكونت بركة من الماء والطين، وأصر النبي عليه الصلاة والسلام على أن يسجد عليها بوجهه الطاهر. فلما انصرف إلى الناس بعد السلام انصرف إليهم والحديث صحيح الإسناد ووجهه يقطر بماء وطين. شكون اللي قد يديرها في هذا الزمان؟ يسجد في البوليتا ديال الطين من اللي يسلم وجهه كله مخمج بالطين. عجيب. رضي بالإسلام دينا، صلي صلي جميع الظروف، صم صم، زكي زكي، حج حج، وكذلك جميع أحكام الإسلام يخضع لها المؤمن وهو محب. شيء عجيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم ماشي بالظاهر، لا، تسليم قلبي في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما حشمان، ما خوفان، ما طيرالو، ما غضب، فرحان بما قضى عليه الله به ورسوله. ويسلموا أي تسليم النفس الوجداني وهو الرضا، ويسلموا تسليما، وجعل فيها المفعول المطلق لتوكيد الفعل. في عجيب. ولكمال الفعل، مفعول مطلق من المعاني ديالو في العربية التوكيد، وأيضا الكمال هذا معنى بلاغي. أكل أكلا يعني ما كاينش ماكلة بحال هذيك اللي كلا، كمال الأكل. شرب شربا كمال الشرب. سلم تسليما كمال التسليم لله الواحد القهار. شيء عجيب. ويسلم تسليما، كيف لا يذوق مثل هذا؟ بلى يذوق، يذوق ويبصر ويرى ويشاهد ويسمع ويشم، كأنه يطل على الجنة برأسه، كأنه من شباك في الدنيا، من شرجم في الدنيا يطل على الجنة برأسه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.